هنكمل دلوقتي شرح البيز اوف ذا سكال او النورما بيزاليس. هلاقي ان الجزء الثاني، يعني احنا شرحنا الفيديو اللي فات اللي هو الجزء الامامي ده، فهلاقي هنا العظم طبعا اللي انا بشاور عليه دلوقتي دي اللي هي سفينويد بون. بس زي ما قلنا قبل كده ان السفينويد بون ليها اكتر من جزء، فالجزء اللي انا بشاور عليه دلوقتي ده اللي هو الجريتر وينج اوف سفينويد، جريتر وينج اوف سفينويد. طيب ايه كمان؟ لما هنزل هنا تحت الجريتر وينج اوف سفينويد بلاقي في خط بارز كده في الجزء ده اسمه انفرا تيمبورال كريست، انفرا تيمبورال كريست. طيب هنا بلاقي ان في السفينويد بون، هنا خلي بالك السفينويد بون كلها مظلله باللون الاصفر، فيها فتحتين او فيها تو فورامينا. التو فورامينا دول واحد كبير اللي هو الامامي اللي هو اسمه فورامين اوفال، تمام، وراه واحد تاني صغير اسمه فورامين سباينوزا. يبقى التو فورامينا دول مهمين جدا لان في ستراكشرز هنعرفها بعد كده بتعدي من خلالهم. طيب ايه كمان؟ في عندي هنا الجزء ده او الحفره دي اللي هي موجوده ما بين السفينويد بون اللي باللون الاصفر وما بين التمبورال بون اللي باللون الاخضر، ده البتراس بارت اوف تمبورال بون. بيبقى في حفره او جروف صغير هنا كده، ده المكان اللي بتعدي في الاوديتوري تيوب، فبقول ان ده جروف فور اوديتوري تيوب، او الاوديتوري تيوب ليها اسم تاني بسميها فارينجيو تيمبانيك تيوب، فارينجيو تيمبانيك تيوب. طيب هناخد كل شويه بنرجع لورا بناخد تفاصيل اكتر في النورما بيزاليس. فلما برجع لورا شويه بلاقي الجزء ده، قلنا الجزء ده اللي هو بالاخضر، كل اللي بالاخضر دي اللي هي التمبورال بون، الجزء ده منها اللي هو اسمه بيتراس بارت اوف تمبورال بون. والبيتراس بارت اوف تمبورال بون هنا في فتحه مميزه شايفينها على الناحيتين، الفتحه دي او الفتحه دي، ودي بسميها كاروتيد فورامين، كاروتيد فورامين. ايه كمان؟ هنا البتراس بارت اوف تمبورال بون لو مشيت كده معاه لقدام بلاقي قدامه فورامين، بس الفورامين دوا مختلف عن اي فورامين موجود في السكال، الحافه بتاعته بتبقى زي ما تكون حاجه متقطعه، فعلشان كده اشتقوا اسمه من كلمه لسريتد، حاجه متقطعه او متعرجه، فسموا الفورامين ده فورامين ليسرم، فورامين ليسرم. اللي هو بلاقيه فين بالظبط؟ بمشي هنا مع البتراس بارت اوف تمبورال بون بلاقيه قدام البتراس بارت اوف تمبورال بون على طول. طيب ايه كمان هنا قلنا دي الزيجوماتيك ارش، ورا الزيجوماتيك ارش في حفره موجوده هنا، تمام، الحفره او التجويف اللي موجود هنا ده عشان الهيد اوف ذا مانديبول، فبنسمي الحته دي مانديبولار فوصة، مانديبولار فوصة، ده المكان اللي بيتكون فيه الجوينت المهم جدا اللي هو اسمه تي ام جي. طيب هرجع ورا شوية بلاقي هنا طبعا ده جزء من التمبورال بون البارز، ده البروسس دي اخدناها قبل كده اللي اسمها ماستويد بروسس، وكمان في قدامها النتوء الابري اللي هو ده اللي هي الستايلويد بروسس. طيب ما بين الماستويد بروسس والستايلويد بروسس بيبقى فيه فورامين صغير جدا جدا، وده اسمه مشتق من التو بروسيسز اللي حواليه، فده بسميه ايه؟ ستايلو ماستويد فورامين، ستايلو ماستويد فورامين، وده اللي بيخرج منه الفيشيال نيرف، ولذلك ده مهم جدا ان احنا نبقى عارفين. طيب هنكمل شرح النورما بيزاليس، هناخد حاجه تانية. بلاقي ان هنا البون اللي واخده اللون الازرق دي كلها اللي هي الاوكسيبيتال بون، ففي جزء من الاوكسيبيتال بون ممتد هنا للامام، ده اسمه بازيلار بارت اوف اوكسيبيتال بون، بازيلار بارت اوف اوكسيبيتال بون. نلاحظ ان البازيلار بارت اوف اوكسيبيتال بون بيبقى فيه تشوبريكل صغيره بارزه هنا، ودي اسمها فارينجيال تشوبريكل، فارينجيال تشوبريكل. طيب في عندنا فتحه كبيره هنا على البيز اوف ذا سكال، طبعا الكل عارفها، دي اسمها فورامين ماجنم، فورامين ماجنم. طيب الفورامين ماجنم حواليه حاجتين على الجنب اليمين والشمال، ده اللي بنسميه اوكسيبيتال كوندايل، اوكسيبيتال كوندايل. طيب خلي بالك الاوكسيبيتال كوندايل ده قدامه فورامين ووراه فورامين،
الفورامين الأمامي بنسميه anterior condylar foramen أو hypoglossal canal، بينما الفورامين الخلفي اللي موجود هنا ده بسميه posterior condylar foramen. يبقى ده شرح البيز of the skull. هنكمل دلوقتي نشوف الكرينيال كافيتي. الكرينيال كافيتي عشان أدرسه أنا بقسمه لحاجتين، عندي روف وعندي فلور. ده يمثل الروف of the cranial cavity، أنا كده فتحت الإسكال ومسكت الإسكال كاب وبصاله من جوه. طيب إيه التفاصيل اللي أنا هشوفها عليه؟ أول حاجة بلاقي هنا طبعا هنا anterior، خلي بالك، وهنا posterior، هنا كده الفرونتال بون بيبقى فيها الجزء اللي بارز ده اللي أنا بسميه frontal crest. طيب ايه كمان؟ همشي هنا ورا الفرونتال كريست بلاقي في حفرة كبيرة جدا في السكال كاب اللي هي دي، ده جروف بتاع مين؟ بتاع السوبيريور ساجيتال ساينس. سوبيريور ساجيتال ساينس دي عبارة عن فينوس تشانل كبيرة موجودة جوه السكال، هي اللي ضاغطه على السكال او ده مكانها، ده الحفرة بتاعتها اللي هي المقابلة للسوبيريور ساجيتال ساينس على طول. طب نشوف الكلام ده تاني ازاي بشكل اوضح. هنا انا بصل الاسكال بوستيريور فيو وكأن الاسكال شفافة وانا شايفة اللي جواها، فواضح عندي هنا الفينز الكبيرة اللي هي باينة جوه الاسكال واللي ليها حفر باسمها على الاسكال من جوه. فاول فين كبير واضح قدامنا هنا اللي هو ده اللي هو بيمثل السوبيريور ساجيتال ساينس. لما برجع لورا كده بلاقي هنا two veins كبار ماشيين بالعرض، كل واحد فيهم بسميه transverse sinus. تمام. طيب ايه كمان؟ transverse sinus متصل بيها S-shape sinus، واي حاجة في الاناتوم الاقيها واخدة شكل S-shape بقول عليها sigmoid، فدي sigmoid sinus. طيب اشمعنى التلاتة دول بس اللي انا شرحتهم دلوقتي، superior sagittal sinus، transverse sinus، sigmoid sinus؟ لان التلاتة دول كل واحدة فيهم ليها جروف خاص بيها على السكال من الداخل جوه الكرينيال كافيتي. طيب هاجي ادرس دلوقتي floor of the cranial cavity. ادي السكال من الداخل، ادي الارضية بتاعتها، هنا anterior وهنا posterior. عشان ادرس السكال او الكرينيال كافيتي من الداخل بقسمه الى ثلاث اجزاء، anterior part، middle part، posterior part. الانتيرور بارت هنا بسميه anterior cranial fossa، الميدل بارت بسميه ميدل كرينيال فوسا، والبوستيريور بارت بسميه بوستيريور كرينيال فوسا. طيب مين اللي عامل لي الانتيرور كرينيال فوسا؟ هلاقي ان الانتيرور كرينيال فوسا العظمه اللي مكوناها اللي هي الفرونتال بون والسفينويد بون. طيب مين اللي عامل الميدل كرينيال فوسا؟ بلاقيه عاملها لي السفينويد بون والتمبورال بون. طيب مين اللي مكون البوستيريور كرينيال فوسا؟ هلاقي التمبورال بون والاوكسيبيتال بون. يبقى ده من ناحيه التكوين بتاع كل حفره من دول. طيب هبدا بقى اخد التفاصيل، ايه التفاصيل اللي موجوده في الكرينيال كافيتي من الداخل؟ اولا بلاقي هنا في فراغات هوائيه موجوده جوه الفرونتال بون، ودي اللي انا بسميها فرونتال ساينس. طيب ايه كمان؟ هرجع لورا، قلنا البروز ده اللي جاي من الفرونتال بون ده اسمه فرونتال كريست. طيب هرجع ورا كمان هلاقي هنا في بون صغيرة مثقبة فيها ثقوب كتير جدا، عشان كده سموها كريبري فورم بليت، كريبري فورم بليت اوف اسمويد، ده يعتبر جزء من الاسمويد بون. طيب ايه كمان؟ هنا بلاقي ان هنا دي اللي هي السفينويد بون، ده انهي جزء من السفينويد ده؟ ده الليسر وينج اوف سفينويد، ليسر وينج اوف سفينويد. وراها على طول مباشرة اللي هو الجزء ده او الجزء ده هو الجريتر وينج اوف سفينويد. طيب ايه كمان؟ هنا بقى الجزء اللي انا بشاور عليه في النص ده عبارة عن البادي اوف سفينويد. البادي اوف سفينويد هنا بيبقى عليه حفرة مميزة، الحفرة دي اسمها هايبوفيزيا الفصة. الهايبوفيزيا الفصة ده مكان الهايبوفيز السيربراي بتبقى هنا اللي هي بنسميها بيتيوتري جلاند، يبقى بقول عليها بيتيوتري جلاند او هايبوفيز السيربراي، ده مكانها. طيب ايه كمان هشوفه؟
لما ارجع لورا شويه بلاقي هنا ده البترس بارت اوف تيمبورال بون. بترس بارت اوف تيمبورال بون، احنا اتفقنا ان التيمبورال بون دي عظمه كبيره بتظهر على السكال من الداخل ومن الخارج وليها اجزاء متعدده، تمام. البترس بارت اوف تيمبورال بون شفناه على البيز اوف ذا سكال من الخارج، وكمان بنشوفه في الكرينيال كافيتي من الداخل، تمام. طيب ايه كمان؟ هنا بلاقي ان البترس بارت اوف تيمبورال بون على البوستيريور سيرفيس بتاعها في فتحه، الفتحه دي بسميها انترنال اوديتوري ميتس او انترنال اكوستيك ميتس، هي هي. طيب ايه كمان؟ هاجي بقى هنا في البوستيريور كرينيال فصه بلاقي في جروف ماشي هنا بالعرض، ده زيه بالظبط. ده يا ترى الجروف بتاع مين؟ ده بتاع الترانسفيرس ساينس، جروف فور ترانسفيرس ساينس، تمام. طيب على امتداده لو كملنا معاه لتحت كده بلاقي في جروف تاني، ده بتاع مين؟ بتاع سيجمويد ساينس، يبقى جروف فور سيجمويد ساينس. طيب هنا خلي بالك في الجريتر وينج اوف سفينويد بفكرك ان في فتحتين مهمين، واحده انتيريور وشكلها اوفال ان شيب عشان كده بنسميه ده الفورامين اوفال، وراه فورامين تاني صغير جدا اسمه فورامين سباينوزا، تمام. طيب ايه كمان؟ البترس بارت اوف تمبورال بون قلنا عليها من الناحيه الخلفيه البوستيريور سايد بلاقي الانترنال اوديتوري ميتس سواء هنا او هنا. طيب ولو مشيت مع البترس بارت اوف تمبورال بون للامام بلاقي هنا في فورامين، قلنا الحروف بتاعته متعرجه وده بسميه ايه؟ بسميه فورامين ليسرم، بسميه فورامين ليسرم. وطبعا الفورامين الكبير اللي موجود هنا ده الفورامين ماجنم.